مرحبا شباب وصبايا، اليوم آخر حصة سوا. قربتوا أنتوا على أنه يخلص البرنامج. بعد هالأسبوع حدا منكم رح يغادر، وآخر ثلاثة رح بيكونوا بالمرحلة الأخيرة. كرمال هيك بدي استفيد من آخر حصة أنا وأنتوا لحتى نحكي عن هالمرحلة الأخيرة، لأنه بتعرفوا في كتير مرات الإنسان بيشتغل كتير ليوصل، بس كمان مرات الوصول للقمة اللي بدو إياها أو للهدف اللي بدو إياه مرات بيضيعوا على آخر كم ثانية. بقى بدي أحرص أنه اليوم كون حكيت أنا وإنتو عن شو هني إذا بدكن هالإنجريدينز أو شو المكونات اللي حتصنع نجاح بهالتجربة، شو مفروض تكونوا عم تعملوا الثلاثة الفاينلس لحتى يكونوا عم يضمنوا أنه هني عم ينجحوا أو عم بيقربوا من اللقب أو عم يعملوا كل المجهود يلي مفروض فيهم يعملوه لحتى يقربوا من اللقب. رح أقسم الشيء شيء له علاقة بشخصكن وشيء له علاقة بالمضمون يلي عم بتقدمه. خلنا نحكي عن شخصكن. شو أكتر شيء حسنته بحالك؟ تعال نشوف نحكي شو إشي تحسنت فيك، مش تعلمتها، تحسنت فعليا فيك أنت كشخص. إذا بتحضر الفيديو تبعك على التلفزيون بتقول أنا قدرت من خلال نجوم بلا حدود حسن شو؟ تسلية الانترتينمنت، يعني أو أنه جذب الناس للفيديو. يعني فيديوهاتي قبل كانت اللي شاهدها بس اللي مهتم بالأفلام، لكن الآن أي شخص ممكن يتونس بيها. طب سمار، عندي سؤال لك، هو سؤال افتراضي، بس هيدا السؤال الافتراضي كمان بيخلينا نحط حالنا بهيدي الذهنية. شو حتفكري بحالك أو تحسي عن حالك إذا ما ربحتي؟ إذا ما فزت باللقب أكيد رح كون فخورة بحالي، بالعكس إنه مش رح أزعل، رح كون فخورة بحالي إنه جيت بمستوى معين بصنع الفيديو وطلعت بمستوى غير كلياً، يعني مستوى يعني إنه ما حدا بصدق إنه شخص إنه معقول يتطور هالقد بهالفترة القصيرة. يلي بدي يربح بالبرنامج مفروض يكون هو المؤثر، واللي قدر يوصل للطريق المضبوط ليصير مؤثر أكتر مع العالم هو اللي لازم يربح، وأنا بعتبر حالي أنا اللي لازم أربح. جنان كمان جاوبيني على هيدا السؤال، المهم أعرف لأنه انتبهوا كيف بتفكروا ببين على كلامكم. يلي رح يربح المسابقة هو يلي هو اللي بيستحق، يلي بتعب على حاله. هودا كلام عاطفي، منه كلام عملاني عقلاني. كلكم تستحقوا، كلكم وصلتوا لهون. يمكن اللي مآمن إنه هو رح يوصل مآمن بذاته كتير كمان عاطفي. هيدا كلام عاطفي، مشاعري حلو، بس انتو كلكن مآمنين بحالكن كلكن. ما ليش عم قلك هلأ الكلام بهيدا المرحلة ما بقى يفيد، لأنه كلكن وصلتوا، كلكن فانلس، كلكن عندكن ثقة بحالكن، كلكن عم تعملوا كونتنت، لابد إنه يكون في شيء. وإلا بيكون النجاح هي عملية احتمال ما له علاقة لا بالتحضير ولا مثل ما قلنا ولا بالمضمون ولا بشيء. إذا هيك الناس اليوم بدهم يختاروا واحد منكم على أساس كلنا بنحكي هيدا الكلام العاطفي، بس هلأ نحن إذا أنا بدي ضل أشتغل مثله مثل بقية الأسابيع رح يكون عادي. قلت أكثر من إجابة وهو ما كان هيدي الإجابة اللي ناطرة مني، سو أنا عم أرجع أفكر وفكر وفكر. فكتير أنا بحب هيدا العمق بالأسئلة اللي بخلينا نحن نفكر ونستعمل ذهننا. سمر بتستحقي تربحي؟ أكيد بستحق أربح. بدي إياك تغمض عيونك وبدي إياك تفكري بي فعلياً بكل يعني بضمير على هالطاولة. في أنتوا أربعة قاعدين، كم حدا فعلياً من جوا برأيك بنفسك على اللقب؟ قولي لي بس رقم، واحد، اثنين، أم ثلاثة؟ حدا واحد. كمان جنان غمض عيونك. اثنين. راشد كمان غمض عيونك وفعليا بلا مجاملة، كم حدا بهالمنافسة برأيك بشكل خطر أو ممكن يكون الخطر الأكبر يلي بيمنعك أنك أنت تفوز بالمسابقة؟
نفسي. ما حدا. يلا نور الدين غمض عينيك كمان. ثلاثة. مثل ما لاحظتوا كل واحد منكم عنده استراتيجية بالتفكير. هل فيني أقول استراتيجية صح أم غلط؟ كل استراتيجية بنتبعها ممكن يكون لها كتير فوائد وممكن يكون لها كتير أضرار. راشد مثلا بيقول أنا ما حدا بينفسني، ربما هيدا الشيء بيعطيه دافع من جوا إنه يضل هو متقدم، بس وين المشكلة إذا كان هيدا التفكير عند راشد إنه أن يقلل من قيمة المنافسين؟ شوف أنا في الحياة يعني في أشياء مريت فيها بس مو بكثير، يعني إنه يعني أشوف هذا الشخص أنا بصير أحسن منه زي كذا. أنا حسيت يعني بتجربتي أنا في الحياة إنه هذا الشيء ما يقدم لي كثير، بس أنا لما أتحدى نفسي أنا أشوف إني أنجز. أنا كثير بوافقك باللي عم تقوله على إنه، وأنا ما قصدت إنه نقارن بعضنا ببعضنا، أنا أحسن ومين أسوأ ومين أقل ومين، بس أنا اللي عم أقوله إنه بعالم المنافسة اليوم ما في إجي بس أنا أقول أنا عايش بهالكوكب لحالي وأنا عم أعبر عن حالي، وإني أنا ما أعرف إنه لا بالمقابل ممكن يكون في ناس كمان جيدين. وعلى فكرة إنك أنت بينك وبين حالك من جوا تخلي تخضع، ومش أنت راشد، كلنا سوا نخضع الإيجو تبعنا شوي لأعترف بأنه أنا المنافس تبعي قوي، بحد ذاتها هيدي بتساعدك. ما أحب أحد يأخذ فكرة مو كويسة عني، ولا أحب أقلل من قيمة أحد. يعني لكل مجتهد نصيب، بس هو ممكن فكر أنه أنا قاعد أقلل من قيمة المشتركين، ممكن هذا الشيء اللي أنا يعني نرفزني شوي. شباب وصبايا، أنا بالأخير أول شيء بدي أتمنى، أول شيء أنا كتير مبسوط أنه تعرفت عليكم، وكتير مبسوط أنه عشت هيدي الإكسبرينس معكم، وبتمنى تكونوا استفدتوا ولو بأفكار بسيطة وتساعدكم بحياتكم كمان خارج البرنامج. بدي أتمنى لكم التوفيق. واحد منكم رح يربح هلأ، بس أنا مأكد أنه في كتير إشياء ربحتوها هلأ. بس واحد منكم يربح هلأ إنسانياً، كمان اثنين الباقية رح يزعلوا شوي، خلنا نحكي طبيعياً، مش أنه رح أزعل، لأنه كمان هودي ما بيكونوا مرات حقيقية، حنزعل. بس هذا الزعل بيضل يمكن ماكسيموم 24 ساعة، من بعده نرجع بناخد نفس وبنرجع للذكريات الحلوة، للأشياء الحلوة اللي عشناها، للتجربة الكبيرة اللي عشناها، للخبرات، لأنه هودي رح تكون الزوادة بحياتنا. Thank you. Merci. صراحة كثير نصائح أعطانا إياها ميلاد رح تبقى وياي ومسجلها على الدفتر، خصوصا صف اليوم أعطانا نصائح تدفعنا لي قدام. بعد البحث المطول، وخصوصا هذا اكثر اسبوع علينا ضغط وبدنا نطلع افكار جديده، وصلت لي افكار ولازم اعرضها على سنين، واتمنى توافق مباشره. شو الوضع لهذا الاسبوع؟ هالاسبوع انا اكثر اسبوع هيك شوي قلق ومتحمس اسوي شيء كويس، بنفس الوقت قلق لان ليه؟ اهم اسبوع انا اشوفه هذا. مزبوط. يعني اسوء شيء واحد يطلع هلا. فالأفكار اللي عندي إياها، أول فكرة عن الحيوانات الأليفة. أنا كان عبالي أسوي شيء ستوب موشن. أوكي. وهلأ نازل فيلم اسمه Isle of Dogs. أوكي. فيلم لويس أندرسون. بيحكي عن جزيرة كلها كلاب وكلها بيتس، كلها كلاب ناطقة يعني الفيلم. فبدي ألعب على فكرة الستوب موشن مع فكرة أنا الإنسان الحقيقي مع بيت. I review the movie. أوكي. حلوة؟ يعني أسرع يمكن أوكي. يعني ما عم صدق أنا أنه هيك عم أقول أوكي بهالسهولة. الحمد لله. That's good. تنشوف على تاني فكرة. أجتني أفلام كثيرة لها علاقة بال... مو في كتير أصلاً أفلام. Yes. فكرت أنه شو الأفلام اللي دا تكسر هاي النمطية ودا تكسر هاي العنصرية. أجب بالي ستار وورز. أوكي. فسر لي شوي أكتر. هلأ ديزني اللي تملك ستار وورز حالياً دي يجيبون ممثلين مكسيكان، صينيين، آسيويين، ممثلين أصلهم عربي، دي يحطوهم بأدوار رئيسية، بس أنا أخاف لما توصل أو شيء. يعني في عندك بالعكس، ما هي ليه بس ليه ما بدها توصل؟ يعني إذا أنت عم إذا نحن عم نحكي عن
تاريخ ستار وورز وكيف اول شيء كان مثله مثل حيلا موفي اندستري ولا ساغا غيره ولا حيلا فلومي غيره وكيف اليوم عم يكسر هالستيريوتايبنج اللي خصه بالعنصريه فعم يعمل لك مره على مره بطريقه كثير ذكيه. انا بتصور انه الفكره كثير انترستينج وخصوصا اذا عم بتراجع the entire saga of Star Wars يعني شوي التاريخ وترجع at some point you're reviewing one or two of the movies of Star Wars وتسلط الضوء على الأبطال الجديد تبع Star Wars. تمام thank you. شكرا. في كلمة قالت لي إياها يارا إنه أي فكرة جديدة راح تأخذ أصداء إيجابية فحاولت بالفكرتين إنه أقدم شيء جديد تحدي بالنسبة إلي وتحدي عشان ما أخلي الناس تمل ولا اللجنة تمل إنه أتكلم عن الفيلم وأعطي سكور وهكذا فإن شاء الله تجيب نتيجة. بعد ما اتفقت ويا سيرين على الأفكار جينا اليوم بدنا نصور تحدي ثاني عن العنصرية راح يكون شيء مختلف تماماً. إحنا بقينا بس 4 بالبرنامج منافسة اشتدت طبعاً والضغط كبر لكن إحنا دائماً لازم نساعد واحد الثاني واليوم راشد إجا ساعدني بالتصوير وأنا أشكر على هذا الشيء. أنا بكل فيديو أحاول أختار اللوكيشن إنه يكون يشبه الفيلم فما طول أنا دا أتكلم عن فيلم له علاقة بالخيال العلمي والليزرز جينا المكان ليزر تاجز يشبه أفلام الخيال العلمية فيوتشرستيك خلينا نسميه راح تشوفون باللقطات في شيء سبيشل في إفكتس من ليزرز وراح تتخيلوني إنه أنا داخل الفيلم. حالياً إحنا بمرحلة خطرة واللجنة دائماً تنتظر في شيء جديد وتحاسب على كل غلطة صغيرة فكرتي فيها شوية مخاطرة لأن ما تحدثت عن فيلم داركتلي عن العنصرية لكن واثق من عندها إنه راح تعجبهم وراح يشوفون في شيء حلو فراح أحاول إنه بالبوست برودكشن أعمل إفكتس أعمل شيء جديد أحط قصة مسلية بداخل الريفيو على مود لايم اللون ويشوفون في شيء جديد. انتظروا الفيديو مالتي باللايف القادم وراح أعطيكم هنت عن أي فيلم راح أتكلم انتظرونا. من بعد ما أخذنا التحدي بحثت كثير عن التحدي وطلعت بفكرتين حلوة ولسه الحين بجلس مع سيلين عشان نتفق على الفكرة ويبدأ التنفيذ. مرحبا راشد. أهلا وسهلا. كيفك؟ تمام. تمام؟ الحمد لله. شو وضع هذا الأسبوع راشد؟ هذا قبل آخر أسبوع. الحيوانات الأليفة أنا أبغى أسوي تجربة جديدة واللي هي النحت يعني. اوكي بس كيف عم تعالج الموضوع بالنحت فهمت بس شو هو شو الرساله اللي عم توصلنا اياها؟ الرساله مو انه مثلا انا احب الحيوانات الاليفه. الرساله هي انه انت بتحب الحيوانات الاليفه. هي طلع بيشبه فيديو المراه اليوم المراه العالمي هار من الرسم ومن التلوين ومن كل هيدا واكيد انحات بس بدي رساله مش الرسالة إنه أنا بحب الحيوانات الأليفة هي منا رسالة. أنا غير الفكرة. لا ما تغير الفكرة أنا ما عم بطلب منك تغير الفكرة أنا عم بطلب منك تزيد شوي عليها تيطلع الفيديو وتبقولك قوي. طيب وبالنسبة للعنصرية؟ برضو العنصرية فكرت بفكرة ثانية إنه ألون على وجه بس يكون يعني الفيديو يكون بالعكس ما يكون من البداية. أوكي. يعني في النهاية وأنا أرسم على الوجه في النهاية الوجه يكون مبتسم. يعني مهما تغيرت هذا العنصرية يعني تغيرت الديانات تغيرت المدن تغيرت لا العنصرية. أوكي حلوة الفكرة راشد. الحمد لله. شفت كيف هون عم ترسم شيء بس في رسالة فهمت شو فهمت الفرق أوكي حلوة تاني فكرة. وأول فكرة الفكرة الأولية حلوة بس بديك تضيف عليها شغلة صغيرة بالآخر أو بالأول أو أو من خلال الفيديو تنشوف شيء زيادة بس. أوكي. أوكي؟ يلا. موفق. أو أسويها في مكان يعني المكان أسويها في مكان حق حيوانات وكذا أحسن. هو مثل ما أنت بدك أنت بتعرف حسب الجماليات كيف ما قلت تطلع. أوكي. أوكي؟ يس. طيب راشد. شكرا. دائما الفن اللي أنا أسويه أو الشيء اللي أقدمه هو اللي يتكلم عن نفسه أكثر أنا ما أتكلم فهي
مصره انه انا يعني انا اللي بين الرساله ف يعني يفهمون الشيء اللي انا اقدمه وصعب انه اتكلم فهذا الشيء اللي انا جلس اعاني فيه صعوبه يعني مع سيرين. بعد ما خلصنا ردين وساعدتها في الفيديو حقه وانتهينا من الفيديو الاول حقه الحين هو دوره بعد ما رجعنا وخلصنا انه يساعدني في الفيديو حقي عشان نكون خلصنا اول فيديوين ونبدا في الفيديوهات الثانيه. الفكره كانت هي ان نسوي الفيديو عن الحيوان الاليف القطه فاليوم ان شاء الله بيكون تصوير حلو ويكون فيديو حلو. بدأت التصوير وساعدني نور الدين في التصوير بس كانت شوي القطة شوي جننتنا في التصوير مو براضي نتوقف في نفس المكان فهذه الأشياء اللي أنا عانيت منها في التصوير. التصوير هو عبارة أنه أنا غيرت من الفكرة كاملة وسويت نحت بشكل القطة يعني وغيرت من الشيء اللي جالس أنا أسويه عشان اطلع بشيء جديد وفكره جديده وتكون نفس الوقت انه يعني الفن ما يختصر على الجرافيتي او يعني اقدر اسوي اشياء كثيره فيه. الصعوبه في الفيديو الاول اللي سويته انا هو الحيوانات الاليفه انه انتظر الطين ينشف عشان اقدر اكون يعني شكل القطه بالشكل المناسب فهذا الوقت اللي طول معي عشان تنشف العجينه. أنا مبسوط بالنحت اللي سويتها مبسوط فيه بس أنتظر ينشف عشان نجمله يعني بطريقة أحلى وألونه ويكمل الشغل. انتظروا المنحوتة يوم الجمعة بتشوفون شيء جديد وفن جديد والفن ما يقتصر على الجرافيتي وبس. يعطيك العافية. بعرف إنه كانت رحلة طويلة وبعد ما خلصت بس اليوم السيشن شوي رح تكون بدنا نروق. رح نحكي عن اختبارنا ككل من أول ما بلشنا بالبرنامج لهلا. رح أطلب منكم نبلش بالأول إنه نعمل the door opens أو فتح الباب اللي عملناه بأول حصة بس رح يفتح الباب ونشوف مقابلنا أهم درس تعلمناه ببرنامج نجوم بلا حدود من وقت ما بلشنا لهلا. مين بحب يشاركنا بالجنان؟ فتح الباب أكثر شيء تعلمته من برنامج نجوم بلا حدود إنه ما أثق بحدا أعتمد على حالي ما أحكي شيء بنية عفوية لأنه بينفهم غلط. تعلمت ما اتكل على حدا بولا شيء وما ازعل اذا فهموني غلط لانه اخر همي اذا صدقوني او ما صدقوني. هيك بس هيك؟ كثير اختبرت اساس بالبرنامج. هيدا اكثر صف انا بنطره عن جد بفارغ الصبر بحصه يومنا وبرجع لهيدا السكون والهدوء والصفاء الذهني. بدي اياكم تاخذوا كمان another 5 minutes خمس دقائق تانيين تكتبوا فيها مثل باسج صغير او جملتين صغار عن شو اكثر شيء بتحبوه بشغلكم انتم. نوردين ما بدك تقرا هلا؟ ما اقرا؟ اقولها بس هيك؟ لا ارقص. حأطلب منك تنقي شخص وتقول له أو تقول له ثلاث شغلات بتحبهم بشغله أو شغله. أوكي أختار سمر. الكونتنت اللي تقدمه دائماً هيك بوزيتيف ويعطيك شعور حلو لما واحد يشوف الفيديو كل فيديو فيه هيك حركة جديدة. ثالث شغلة كيف تنهي الفيديو كيف تبدي الفيديو دائماً فيه هيك شيء دستمر شغل شيء مميز يعني. أوكي سمر في شيء قاله نور الدين انت ما كنت متخيل انه في حدا معقول يعلي على هذا الموضوع بشغلي؟ ايه انه كيف بلش الفيديو كيف خلص انه حدا منتبه لهالموضوع. اوكي. عم بفكر فيه. اوكي ثانك يو. بعتقد اليوم اهم شيء عملناه كان انه بطئنا الوقت شوي بعد هيك رحله متعبه
يلي بعد ما خلصت لكم، بس هيدي رح تكون اخر سيشن معي انا. انا كثير انبسطت وتعلمت منكم كثير، يمكن انتم ما بتعرفوا هالشيء. بتمنى لكم التوفيق، وبدي اقول لكم انه لو مين ما ربح بيناتكم، انا بالنسبه لي كل واحد منكم مبدع بطريقته الخاصة، وهيك الله يوفقكم. شكرا. انا عندي قاعده في حياتي، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فاشكرها يعني على الشيء اللي قاعده تسويه معنا والمعلومات اللي اعطتني اياها وكيف نفكر في الشيء اللي قاعدين نقدمه، فشكرا لها من القلب.